بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بادئا ببدء نرحب بالأساتذة الأفاضل الأستاذ الدكتور برجام خميسي وأستاذة التعليم العالي أستاذة شاوي شافية من جامعة باجي مختار والأساتذة من جامعة قلمة. ونرحب أيضا بالحضور الكريم. اليوم إن شاء الله اجتمعنا في هذا الجمع المبارك إن شاء الله من أجل مناقشة أطروحة للطالبة ولا المترشحة سلمى سعداوي والتي تحمل عنوان تطبيق تكنولوجيا إنترنت الأشياء كأداة لتعزيز أداء قطاع الجمارك الجزائري، محاولة الاستفادة من تجارب دولية رائدة. الطالبة سوف تقدم لنا عرض مختصر مدى بنا ميجيوس 30 دقيقة لأهم النقاط التي جاءت في هذه الأطروحة، وبعدها سيتم مناقشة مختلف هذه النقاط إن شاء الله من طرف اللجنة الموقرة. تفضلي طالبة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولاً نرحب بي لجنة المناقشة المكونة من الأستاذة شاوي شافية وكذلك الأستاذ بنرجو محمد خميسي والأستاذة البخاري سامي، إضافة إلى الأستاذ بالعربي محمد والأستاذ خروف مهيرة وكذلك الأستاذ البرياسي. كما نرحب بي الحضور الكرام، وهذا لمناقشة أطروحة الدكتوراه تحت عنوان تطبيق تكنولوجيا انترنت الاشياء IoT كأداة لتعزيز اداء قطاع الجمارك الجزائري، محاولة الاستفادة من تجارب دولية رائدة امام موجة التحولات العميقة التي ارست مفاهيم وتوقعات اكثر شمولية في جميع الميادين. لم تعد الحاجة لاتمام مختلف المعاملات الاقتصادية والتجارية عبر توفير المنافسة من خلال تحقيق الموارد الطبيعية، بل اصبح يرتبط أساسا بتوفير المحتوى التكنولوجي والمحتوى المعرفي من قبل مختلف الدول. ولهذا ظهر الاقتصاد الرقمي مما توسعت دائرة حجم تطبيقاته لتشمل تكنولوجيا انترنت الأشياء في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وهي بطبيعة الحال نتيجة حتمية لتطور شبكات الانترنت. ومن جهة أخرى، باعتبار أن قطاع الجمارك قطاع استراتيجي في معظم دول العالم، أصبح من الضرورية استخدام تكنولوجيا انترنت الأشياء من أجل تقديم حلول ذكية لتطوير أداء قطاع الجمارك، وهذا ما بينته لنا تجارب دولية رائدة في المجال. أما بالنسبة للجزائر فقد اعتمدت طريق العصرنة منذ سنوات لمواكبة التطورات التكنولوجية المعاصرة، إلا أنها لا تزال في مرحلة التحول الرقمي، ونسبة للنقائص التي يعاني منها نظام المعلومات الحالي المعتمد في الجزائر بقطاع الجمارك، ونسبة لنتائج الدراسة القياسية التي أثبتت ضعف أداء الخدمات اللوجستية، بالإضافة لذلك نتائج تجارب دولية رائدة في المجال، قمنا ببناء نظام رقابة ذكي يطلق عليه ICCS، وهذا هي مواكبة التطورات التكنولوجية. ومما تقدم يمكن طرح الإشكالية الرئيسية التالية: إلى أي مدى يمكن أن يساهم تطبيق تكنولوجيا انترنت الأشياء في تعزيز أداء قطاع الجمارك في الجزائر؟ ومن الإشكالية الرئيسية يمكن طرح التساؤلات الفرعية: هل فعلا أصبحت تطبيقات الاقتصاد الرقمية خاصة تكنولوجيا انترنت الأشياء واقع لا مناطق منه في قطاع الجمارك؟ ما الدور الذي يلعبه الأداء الجيد لقطاع الجمارك في تنمية وحماية الاقتصاد الوطني؟ كيف طوعت الدول تطبيقات تكنولوجيا انترنت الأشياء بغض النظر عن مستوى تطورها الاقتصادي لهذه التطبيقات الذكية؟ وهل الجزائر يمكنها الاستفادة من مختلف التجارب؟ هل تطبيق تكنولوجيا انترنت الأشياء يعني تطبيق مختلف تطبيقاتها الذكية يعزز أداء قطاع الجمارك في الجزائر؟ وهل النموذج المقترح من طرفنا يواكب مختلف البيئة الفنية واللوجستية في الجزائر؟ وللإجابة عن الإشكالية الرئيسية والأسئلة الفرعية، قمنا باختبار صحة الفرضيات التالية. بالنسبة للفرضية الرئيسية: إن تفادي الاعتماد الكلي على أوراق الوثائق
بتقريب مختلف المعايير الوطنية إلى المعايير المعاصرة عبر تبني تقنية إنترنت الأشياء لتسيير مختلف الإجراءات الجمركية وإدارة المخاطر، مما يقدم قدرة أو قوة تنافسية للقطاع الاقتصادي ككل وليس فقط قطاع الجامعة. أما بالنسبة لفرضيات الدراسة، تتولى إنترنت الأشياء عبر مختلف تطبيقاتها القيام تلقائيا بمختلف المهام أو بأغلب المهام والوظائف دون تدخل البشري. إن تحسين قطاع الجمارك يعني بالضرورة تحسين نظام معلوماته بما يخدم التجارة الخارجية خاصة والاقتصاد الوطني عامة. تم ذلك من خلال تسهيل تحصيل مختلف الإجراءات، تحصيل مختلف الإيرادات الجمركية، وكذلك حماية الاقتصاد وحماية المجتمع من مختلف النشاط الإجرامي العابر للحدود ورفع قدرة التنمية الاقتصادي. إن قطاع الجمارك القائم على وسائل الاتصال الحديثة لم يعد متطلبا فقط بل ضرورة لأي دولة تريد أن تضع قدم لها ما بين الدول المتقدمة اليوم، مما يحتم على الجزائر كغيرها من الدول تكييف نماذج تجارب دولية رائدة مما يتماشى مع قطاعها لتعزيز أدائه. هناك بوادر إيجابية لأثر تطبيق إنترنت الأشياء في قطاع الجمارك الجزائري عبر توفير بنية تحتية رقمية بشكل أولي، كما أن نظامنا يتماشى مع بيئة عمل قطاع الجمارك. بالنسبة لأهمية الدراسة، تكمن أساسا في محاولة الإجابة عن الإشكالية المطروحة وتحديد دور إنترنت الأشياء كأداة لتعزيز أداء قطاع الجمارك بطبيعة الحال بالاستناد إلى التجارب الدولية الرائدة، كما تكمن في تحديد وضع الجزائر بالنسبة لهذه التطبيقات الذكية عبر تقديم مؤشرات تفرز أو تعبر عن واقع تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصال باعتبارها البنية التحتية الأساسية لتطبيق تكنولوجيا إنترنت الأشياء، مع بناء نظام مقترح من طرفنا يطلق عليه أسيكسيسا، وهذا لتسهيل عملية التخليص الجمركي. أما بالنسبة لأسباب اختيار الموضوع فتكمن أساسا في التخصص الأكاديمي، حدثة الموضوع لعدم أخذه الاهتمام اللازم في الجزائر، كذلك التعرف على مختلف التطبيقات الذكية التي تعزز أداء قطاع الجمارك ومختلف الإجراءات التي اعتمدتها الجزائر من أجل ترقية وتعزيز أداء قطاع الجمارك. أما المنهج المتبع فقد استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي في معظم الجوانب النظرية من الدراسة. المنهج المقارنة التحليلية لتبيان مختلف نماذج تجارب دولية رائدة وكيفية استفادة الجزائر منها. المنهج القياسي التحليلي في جزء من الجانب النظري، من الجانب التطبيقي للدراسة، حيث واجهتنا العديد من الصعوبات، أهمها أن تكنولوجيا إنترنت الأشياء هي تقنية جديدة للمعالم بما تعددت مؤشرات قياسها واختلفت مختلف تطبيقاتها، كما أن قلة الدراسات التي تربط بين كل من المتغير التابع والمتغير المستقل تعود أو تنعكس بقلة المراجع وصعوبة جمع البيانات والإحصائيات باعتبار أن يعني معظم المواقع بالنسبة للجزائر غير محدثة. أما بالنسبة لهيكل الدراسة فينقسم إلى الجانب النظري والجانب التطبيقي. بالنسبة للجانب النظري يضم الفصل الأول تحت عنوان ما هي تكنولوجيا إنترنت الأشياء، تم التطرق من خلاله إلى عموميات حول الاقتصاد الرقمي باعتباره البنية التحتية الأساسية لتكنولوجيا إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى عموميات حول تكنولوجيا إنترنت الأشياء وأهم تطبيقاتها وتحدياتها. أما الفصل الثاني تحت عنوان قطاع الجمارك دور تكنولوجيا إنترنت الأشياء في تعزيز أدائه، تم تقديم نظرة عامة حول قطاع الجمارك وكذلك عموميات حول الأداء ليتسنى تبيان العلاقة ما بين كل من تكنولوجيا إنترنت الأشياء والأداء في قطاع الجمارك. أما بالنسبة للفصل الثالث فتم عرض تجارب دولية رائدة لتطبيق تكنولوجيا إنترنت الأشياء في قطاع الجمارك، تم تقديم تجارب من دول متقدمة كألمانيا إيطاليا، تجارب من الدول الصاعدة كالصين وأندونيسيا، وتجارب من الدول العربية كالإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، وتبين كيفية الاستفادة منها في الجزائر. أما الجانب التطبيقي من الدراسة فيتمثل في الفصل الرابع تحت عنوان واقع تطبيق تكنولوجيا إنترنت الأشياء في قطاع الجمارك الجزائري، بناء نظام رقابة ذكي للسلع يطلق عليه أسيكسيس. تم التطرق من خلال هذا الفصل إلى قطاع الجمارك في الجزائر وأهم الوسائط الرقمية المستخدمة، كذلك دراسة قياسية لتبيان دور تكنولوجيا إنترنت الأشياء في أداة تعزيز أداء قطاع الجمارك، وفي الأخير بناء نموذج لتطبيق إنترنت الأشياء في الموانئ البحرية التجارية بقطاع الجمارك الجزائري.
الحال نعلم أن أي متعامل اقتصادي هدفه الرئيسي هدف أي متعامل اقتصادي هو تسيير مختلف الإجراءات الجمركية من أجل الإتمام السريع لعملية التصدير أو الاستيراد. في حين تتمثل عملية الجمركة في الجزائر في المراحل الملخصة بالشكل الموضح التالي، حيث تتمثل المرحلة الأولى في إلزامية إحضار البضائع أمام إدارة الجمارك. عند إحضار تلك البضائع يتم رسم مختلف وسائل النقل بها، يعني كشرط رسم مختلف وسائل النقل بالمواد التي تحتوي على مكاتب الجمارك، وانتظار كل حاوية أو كل شحنات انتظار دورها من أجل إتمام عملية الرقابة الأولية أو ما يطلق عليها برقابة المستندات، نسبة لمراقبة مختلف الوثائق المتعلقة بالوثائق الإدارية والتجارية، يعني التي ترتبط أساسا بكل من المتعامل الاقتصادي والبضاعة أو السلع في حد ذاتها. بعد المراقبة يتم إعداد التصريح الموجز. بعد إعداد التصريح الموجز يقوم أعوان الجمارك بمرافقة تلك البضائع إلى المخازن ليتسنى إتمام عملية التفتيش اليدوي لتلك الحاويات. بعد التفتيش اليدوي لتلك الحاويات يتم مطابقة بيان الحمولة بمعنى التصريح الموجز مع الحمولة في حد ذاتها لإعداد التصريح الجمركي المفصل، وهذا في وقت أقصى 21 يوم، ومن ثم الإخراج على البضائع بطبيعة الحال بعد تصفية الحقوق والرسوم الجمركية. أما في حال الشك في البضاعة يتم توجيهها نحو الرقابة التحليلية، حيث يتم مكوث البضائع مرة أخرى في الموانئ وبالأخص في المخازن أو المرافق، ومن ثم أخذ عينات من هذه البضائع من أجل توجيهها نحو المخابر المعتمدة من طرف قطاع الجمارك. عند توجيهها نحو المخابر المعتمدة يتم انتظار نتائج التحاليل. تلك التحاليل هي الفاصل في إما الإفراج عن البضائع في حالة المطابقة أو حجم البضائع باعتبارها غير مطابقة للمعايير المنصوصة عليها. وقبل التطرق إلى البنية التحتية لأنترنت الأشياء في قطاع الجمارك، أو بالأخص البنية التحتية للأنترنت قبل أنترنت الأشياء في قطاع الجمارك، يتم التطرق أولا إلى البنية التحتية للأنترنت في الجزائر ككل. بذلت الجزائر في هذا المجال العديد من القوى من أجل تنمية قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال باعتباره أحد أهم معالم التنمية الاقتصادية الرقمية، وهذا عبر بناء بنية تحتية. هذه البنية التحتية تفيد بنائها من خلال محاولة ربط يعني معظم البلديات في الوطن بشبكة الألياف البصرية، وهذا لتوفير أنترنت ذات سرعة عالية تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية. كما نلاحظ كذلك من خلال الشكل أن أنترنت الهاتف المحمول الجيل الرابع المعروف بـ4G قد اتسع مجال استخدامها منذ سنة 2016 على حساب أنترنت الهاتف المحمول الجيل الثالث المعروفة بـ3G، وهذا نسبة للتطورات التكنولوجية التي تستلزم بها أنترنت ذات سرعة عالية. أما بالنسبة للبنية التحتية لتكنولوجيا الإعلام والاتصال في قطاع الجمارك، تم إنهاء الدراسة التقنية للمشروع وإعداد المشروع ورفع التجميد عنها سنة 2020، ويتمثل المشروع في ربط عدد من المواقع بالألياف البصرية وبالقمر الصناعي. كانت الوضعية سنة 2020 ربط 83 موقع بشبكة الألياف البصرية وصفر موقع مرتبط بالقمر الصناعي، وكانت الوضعية يعني سنة 2020 كانت الوضعية المنشودة آنذاك أن في سنة 2021-22 يتم ربط حوالي 197 موقع بشبكة الألياف البصرية وحوالي 98 موقع أو محطة منها الثابتة والمتنقلة بالقمر الصناعي، إلا أن السياسة النووية في ظل جائحة كورونا انعكست بتأخر إنجاز المشروع إلى سنة 2024 بالأحرى إلى يومنا هذا. ومن أجل دراسة قطاع الجمارك من كافة الجوانب قمنا بدراسة قياسية لمعرفة مستوى أداء الخدمات اللوجستية ومدى أثرها على تطور الصادرات. ويمكن تلخيص الدراسة القياسية في الشكل الموضح. كما نرى من خلال الشكل أن
أعلى قيمة قد سجلها مؤشر أداء الخدمات اللوجستية كان سنة 2016 بما يقدر ب 2.77 درجة، وهي درجة ضعيفة نوعا ما أو متوسطة نسبة إلى سلم التقييم الذي يمثل 1 أضعف درجة في الأداء إلى 5 أعلى درجة في الأداء، وما يقابلها أن حجم الصادرات قدر ب 29 مليار دولار سنة 2016، وهي أضعف قيمة سجلت من فترة 2007 إلى سنة 2018، مما نستنتج أنه لا توجد علاقة ما بين السلسلة اللوجستية وما بين حجم المال الصادرات في حد ذاتها، وهذا راجع بها الأساس إلى ضئيل حجم الصادرات وعدم اتباع التنمية الاقتصادي لإحصائيات غير دقيقة. أما من جانب الموانئ، الاهتمام بالموانئ النفطية باعتبارها موانئ تخدم الاقتصاد، بمعنى أن السياسة التنموية يعتمد الاستثمار في الموانئ النفطية دون الاهتمام بالموانئ التجارية. أما من الناحية الإدارية يعني إدارة الجمارك، فلا تزال تعتمد على نظام سيجاد وهو نظام غير متطور لا يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ونسبة للنقائص التي يعاني منها النظام سيجاد المعتمد حاليا في الجزائر، وكذلك نسبة إلى نتائج الدراسة القياسية التي أثبتت ضعف أداء الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى نماذج تجارب دولية رائدة التي أثبتت أن إنترنت الأشياء لديها حلول ذكية لقطاع الجمارك. قمنا ببناء نظام رقابة ذكي يطلق عليه أسيكسيسا، وهذا لمواكبة مختلف تطورات التكنولوجيا الحالية، حيث يعتمد نظامنا على تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، ويقوم بإتمام مختلف عمليات الرقابة القبلية والرقابة المكانية، بالإضافة إلى الرقابة التحليلية والكشف عن جودة البضائع سواء كانت موجهة نحو التصدير أو الاستيراد. وتتمثل أهم مكونات هذا النظام بها جدول الموالي. أهم مكوناته هي قاعدة البيانات الخاصة بالإدارة الوطنية للجمارك، حيث تشمل مختلف القوانين ومعايير الجودة، المستندات، البضائع مثلا، كذلك الرسوم الجمركية المفروضة على تلك البضائع. سيديا وهي المنصة الخاصة بتحليل بيانات البضائع ومطابقتها مع قاعدة البيانات الخاصة بالإدارة الوطنية للجمارك. أسيكسيس أي أي سي وهي بطاقة هوية الحاويات، ومنصة الرقابة القبلية التي يطلق عليها أسيكسيس أبس، وهي تشمل قسمين، قسم خاص بوكلاء الجمارك وقسم خاص أو فضاء خاص بالمتعاملين الاقتصاديين. منصة الرقابة المكانية يطلق عليها أسيكسيس سبيس، ومنصة الرقابة التحليلية يطلق عليها أسيكسيس أناليتيك. للإشارة فقط أن كل من الرقابة المكانية والرقابة التحليلية تتم على مستوى الموانئ، في حين أن المعلومات التي تكون أو مستخرجة من الموانئ يتم إرسالها إلى المنصة النظام ككل أسيكسيس، وبالأخص في منصة الرقابة المكانية ومنصة الرقابة التحليلية. ويمثل الشكل الموالي كيفية عمله النظام. من خلال الشكل يتبين لنا أن نظامنا يقوم بإنهاء جزء من الإجراءات الجمركية قبل وصول البضائع إلى الموانئ أو قبل وصول السلعة إلى الموانئ، حيث يتم تقديم رخصة تصدير أو استيراد آلية مع تحديد تاريخ الشحن وطريقة النقل. تحديد تاريخ الشحن وطريقة النقل أمر مهم لمنع الاكتظاظ وتكدس البضائع داخل الموانئ، بالإضافة إلى منع إمكانية تلف البضائع والاستئجار بمختلف المخازن، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف التي تنعكس على الأسعار فيما بعد. عند وصول الوقت المحدد والمتفق عليه من طرف المتعامل الاقتصادي ومن طرف إدارة الجمارك عبر منصة أسيكسيس، يتم إحضار البضائع إلى الموانئ. عند إحضار البضائع تتم عملية المراقبة بشكل آلي دون تدخل العنصر البشري، أو إذا تدخل يتدخل بعنصر بشكل يعني طفيف. عند المطابقة يتم الإنهاء والإفراج عن البضائع. في حالة عدم المطابقة يتم الانتقال إلى الرقابة التحليلية عبر 3 تقنيات: تقنية الكشف الكيميائي، وتقنية الكشف الصوتي، وتقنية تحليل الصور متعددة الأطياف. ولتبيان كيفية عمل النظام يمكن تلخيصه في 3 مراحل مفتاحية. المرحلة الأولى وهي مرحلة الرقابة القبلية والتي يطلق عليها أسيكسيس أبس، حيث يتم ولوج المتعامل الاقتصادي إلى منصة النظام
وبالضغط على فضاء المتعامل الاقتصادي تظهر له عدة خيارات. من بين الخيارات إمكانية التعرف على مختلف المعايير الجودة، القوانين، مختلف المستندات، البضائع اللازمة، الرسوم الجمركية المفروضة وغيرها. كذلك إمكانية متابعة عملية الاستيراد والتصدير من أولها إلى آخرها، وكذلك إمكانية طلب رخصة تصدير أو استيراد. بمجرد الضغط على طلب رخصة تصدير والاستيراد يظهر له نموذج موضح بالشكل الآخر. ذلك النموذج يقدم شفرة خاصة بكل عملية تصدير والاستيراد لإضفاء الشفافية والمصداقية في كل المعاملات، بالإضافة إلى إمكانية تعبئة ذلك النموذج بكافة المعلومات من البلد المصدر، المستورد، البلد المنشأ، كذلك اسم المصدر المستورد، نوع البضاعة بالتفصيل، قيمتها بالعملتين، وإرفاقه هي بمختلف المستندات الخاصة بالبضاعة واللازمة. عند إرسال طلب ترخيص التصدير أو الاستيراد يقوم وكيل الجمارك بالدخول أو بيع الولوجة إلى منصة النظام ككل، فتظهر له عدة خيارات. عدة خيارات تتمثل في منصة الرقابة القبلية، ومنصة الرقابة المكانية، ومنصة الرقابة التحليلية. فبالضغط على منصة الرقابة القبلية أسيكسيس أبس تظهر له مختلف طلبات ليتم معالجتها. بعد معالجتها وتحديد تاريخ الشحن يقوم المتعامل الاقتصادي بإحضار تلك البضائع إلى الموانئ ليتم عملية الرقابة الجمركية الذكية عبر النظام والتي يطلق عليها بأسيكسيس سبيس. بمجرد إحضار الحاويات إلى الموانئ يتم التعرف عليها تلقائيا حسب بطاقة هوية الحاويات، ليتم إرسال مختلف المعلومات إلى منصة سيديا، بمعنى إرسالها إلى منصة تحليل البيانات ومقارنتها مع المعلومات أو مع معايير الجودة المنصوص عليها من جهة، ومقارنتها كذلك مع مختلف ما تم التصريح به من طرف المتعامل الاقتصادي بمنصة أسيكسيس أبس. بعد المطابقة، فإذا كانت مطابقة يتم الإفراج عن البضائع بعد تحديد نظام الجمركي المتعلق بها وتصفية الرسوم والحقوق الجمركية. في حالة عدم المطابقة يتم الانتقال إلى الرقابة التحليلية. للإشارة فقط، تم اختيار القمر الصناعي من أجل نقل مختلف البيانات لأن مساحة الموانئ تكون واسعة وشاسعة، وبالتالي فإن القمر الصناعي يمكن نقل المعلومات على بعد كبير. عند النظام مساحة كبيرة، مش معرفة كبيرة. عند الانتقال إلى الرقابة الذكية التحليلية في حالة الشك في تلك البضائع والتي يطلق عليها أسيكسيس أناليتيك، يتم الفحص على البضائع عبر ثلاث تقنيات: تقنية الكشف الصوتي، تقنية الكشف الكيميائي، وتقنية تحليل صور متعادل الأطياف، حيث تم التركيز على المنتجات الزراعية يعني بشكل كبير من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية أو تشجيع التنمية الاقتصادية، في ظل أن معظم المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها يتم إرجاعها بسبب المواد الكيميائية أو بسبب الحشرات والذباب الفواكه وغيرها. تتم عملية تحليل صور متعددة الأطياف عبر تحليل صور متعددة الأطياف عبر تقنية الأشعة تحت الأمراض الحمراء لالتقاط صور متعددة الأطياف في منتجات متواجدة داخل الحاويات. كذلك تقنية الكشف الصوتي، حيث يتم وضع أجهزة استشعار على مختلف الحاويات والتقاط مختلف البيانات الصوتية ليتم تقديمها إلى منصة سيديا لتحليلها. عند تحليلها يتم إما في حالة المطابقة الإفراج عن البضائع أو حجزها. أما تقنية الكشف الكيميائي فيتم تقديم بروتينات تعزز أو تفعل حاسة الشم عند مختلف الحشرات. عند تعزيز أو تفعيل حاسة الشم تفرز تلك الحشرات أو الآفة مركبات عضوية. هذه المركبات العضوية عبارة عن إشارة كيميائية يمكن التقاطها عبر أجهزة الاستشعار. عند التقاطها يمكن تحليلها عبر منصة سيديا. بعد التحليل إمكانية يعني الإفراج تقديم سند الكشف الكيميائي مع الإفراج عن البضائع في حالة المطابقة أو حجز البضائع. النتائج مباشرة. بالنسبة للنتائج النظرية التحليلية، أن مجمل تجارب دول محل الدراسة خلصت أن استخدام تطبيقات إنترنت الأشياء في قطاع الجمارك يسهل عملية
إجراء مختلف الإجراءات، تدني كفاءة الأسطول البحري الجزائري وانخفاض الطاقة الاستيعابية للموانئ التجارية، افتقار الموانئ التجارية في الجزائر إلى الإدارة الذكية. أما بالنسبة للنتائج التطبيقية، يمكن نظامنا من إتمام الإجراءات الجمركية، يعني جزء من الإجراءات الجمركية يمكن إتمامها قبل وصول البضائع إلى الميناء، وهذا عبر موقع رقابة مساندات ICTS Apps. كذلك يساهم نظامنا على عملية التخليص الجمركي الذكية عبر منصة الرقابة الذكية ICTS Space. كذلك تساهم نظام الرقابة الذكية التحليلية ICTS Analytics بالكشف عن جودة البضائع سواء موجهة نحو التصدير أو الاستيراد عبر ثلاثة تقنيات. بالنسبة لتوصيات الدراسة، محاولة الاستفادة من التطبيقات الذكية المعتمدة بالتجارب الدولية، تقليل احتكار الدولة لتسيير الموانئ الوطنية وذلك بإشراك القطاع الخاص وتكثيف الاستثمارات التابعة للموانئ التجارية، تسخير التطبيقات الذكية لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية واعتماد نظامنا نظام ICTS، ربط مختلف القطاعات الاقتصادية بنظامنا نظام ICTS من أجل تحقيق التكامل الأفقي والعمودية لتسيير مختلف القطاعات. شكراً.